مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، انه في اكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. طبعا انا لسه في البيت، بس بدي اطلع هيك يعني متر قدام البيت عشان الشمس حلو والجو حلو، نحكي شوية معكم بجو اخر غير الغرفة اللي كنا دائما نحكي فيها. في موضوعين مهمين حنحكي فيهم اليوم. الموضوع الاول اللي هو موضوع الصيام، عم بيصير جدل كبير من الناس عن موضوع الصيام. هل الصيام خلال الازمة حيفقدنا؟ حنصير اضعف؟ هل الموضوع صعب؟ هل يعني امور كثيرة عم تسأل، هل الصيام مجبر؟ انا مش مفتي ومش هحكي فيها بموضوع ديني، لكن هحكي معكم بموضوع صحي. الصيام يا جماعة اثبت انه يقوي جهاز المناعة، وهذا مثبت علميا بكثير آراء وفي دراسات كثيرة، وفي عالم ياباني أثبت أنه لما الواحد يجوع جسمه أو الجوع جسمه بصير يوقف الخلايا المتلفة أو الخليط للتلف وبقوي جهاز المناعة. فيعني خلينا نحط هون حد، طبعا موضوع الأنسولين وإفراز الأنسولين والمشاكل اللي بتصير من الأنسولين كلنا عارفينها، ويمكن بدش تكتب ديتيلز علمي، بس أحكي لكم مختصر يعني مختصر. الصيام يقوي جهاز المناعة، فمش عشان لسه رمضان جاي، لا، احنا جايين علينا كتير أمور. حتى إخواننا المسيحية وإخواننا اليهود وإخواننا اللي لا يؤمنوا بالديانات يروحوا يحاولوا يصوموا. الجوع لما جوع جسمك بتقوي جهاز المناعة، وهذا إشي مهم جدا 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 نحكي فيه اليوم، لأنه جهاز المناعة هو المفتاح لك عشان تحارب أي فيروس أو بكتيريا. يعني إذا ما كان جهاز المناعة تبع قوي، تأكد إنه جسمك راح يكون استجابته لهذا الفيروس سريعة أو البكتيريا، وبالتالي راح تكون ضعيف جدا جدا جدا. يعني هذا الديبيت اعتقد انه سهل جدا الرد عليه، لانه زي ما حكينا انه مش بس انا ولا عالم واحد، كل العلماء بغض النظر عن دياناتهم بتحكي وبتثبت انه جهاز المناعه هو شيء مهم جدا لتقويه الصيام، تقويه جهاز المناعه، يعني بقوي جهاز المناعه. نقطه التدخين، هذه النقطه الثانيه اللي حاب احكي فيها. طبعا شايفين زقزقه العصافير، حلو. طيب التدخين، التدخين يا جماعة بغض النظر شو اللي بيصير، التدخين أكيد شيء سيء، سواء أرجيلة سواء سيجارة سواء إلكترونيك سيجاريتس اللي هي الفيب، هاي كلها بتؤدي إلى ضعف في جهاز المناعة بشكل عام. المشكلة الثانية في التدخين إنها بتضر في الجهاز التنفسي وخاصة الرئتين، وتأثيرها يعني من زمان، وأبحاث كتير عملت على التدخين وعلى التأثير تبع التدخين على الرئتين. فالموضوع يعني سهل، خاصة على الألفيوليز اللي هي الويصلات الهوائية اللي هي نهاية اللي بصير فيها التبادل الأكسجين مع الجسم. هاي مهمة جدا للإنسان عشان تقوي أو تعطيه الأكسجين. فمعظم المدخنين بيكون عندهم مشاكل في هذه المنطقة الحويصلات، فبتؤدي إلى ضعف في تبادل الأكسجين، وبالتالي ضعف في جهاز المناعة بشكل عام. هذا الموضوع في الأكسجين. الآن الشغل الصادم إنه وجدت دراسات إنه الناس خاصة اللي بتعمل فيب اللي هو الإلكترونيك سيجاريتس، وجدوا فيه تقارب كبير جدا بين الرئة تبعت المريض بالفيروس الجديد واللي بيدخنوا فيب. فعشان هيك لازم ننتبه من هذا الموضوع انتباه شديد جدا، ونكون حريصين جدا على أنفسنا. أنا نصيحتي نصيحة أخوية للجميع، اللي بيستطيع الآن يتوقف عن التدخين والأرجيلة والإلكترونيك سيجاريت يقوم اليوم. أنا بحكي امبارح أحسن من اليوم، واليوم أحسن من بكرة، بكرة أحسن من بعد بكرة. فاللي بيقدر يخلص حاله من السيجارة اليوم يقوم بذلك، عشان صحته، عشان صحة عيلته، عشان صحة. فأنت بعملك هذا بتنقذ نفسك، بتنقذ عائلتك، وبتنقذ البشرية كلها. وإن شاء الله رب العالمين إذا أنت عملت هذا وخالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فاستكسب الأجر والثواب عند الله، وانت عارفين الأجر والثواب عند الله قديش كبير، وربنا يضاعف لمن يشاء. أجين استخر واستجير، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يبعد عنا وعنك كل المكروه. حبيت أحكي في النقطتين هدول، نقطة الصيام ونقطة الدخان، وإن شاء الله نستطيع أنه جميعا نكون مع بعض بهذه الفترة ونساعد بعض. وسلام، تحية مني. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.